واحد السيد بقى فيا، والله تبقى فيا، هربوا له جوج ببغاوات. اش من نوع ديال الببغاء؟ انا نحط لكم الفيديو ديالو ولا التصاور ديالو ان شاء الله. هاد الببغاء الاخوان ديالنا تشوفوا المواصفات ديالو، اللي بغى يدير الخير في هاد السيد راه ما قاليش واش يعطي شي مبلغ، كنظن واقيلا. المهم بيناتكم معانا، نحط لكم رقم الهاتف، تفاعلوا معاه، الله يجازيكم بخير. راه بقى فيا، هرب ليه البيروكي الاول وهرب ليه البيروكي الثاني. هاد النوع ديال الببغاء هذا هو ببغاء الكويكر، ببغاء الكويكر الاول هرب له والثاني هرب له في هذه السيمانه هذه. الله يجازيكم بخير خوتي في مدينه قنيطره، بارطاجيو الله يجازيكم بخير باش السيد يحصل على الببغاء ديالكو ديالو عفوا، باش يحصل على الببغاء ديالو. رقم الهاتف ديالو، رقم الهاتف ديالو ها هو، والله يوفق الجميع وبالتوفيق للجميع. كان معكم اخوكم مصعب فلوكينج باروت. الاخوان ديالنا اللي مشالو شي ببغاء ولا مشالو شي قط ولا شي كلب ولا اي نوع من الحيوان، فقط ما عليك يتصل بيا مصعب فلوك، مرحبا بكم. صيفطوا لي التصاور، صيفطوا لي الفيديو، صيفط لي لي كود ديالو، المهم داكشي كامل توصلوا به ان شاء الله. ما تعطيني ما نعطيك في سبيل الله ان شاء الله. نتمنى عيط تلقى الطير ديالك وتفرح، هذيك هي الفرحه ديالنا حتى حنايا. المهم الاخوان ديالنا، كان معكم اخوكم مصعب فلوكينج باروت، تحيه والله يدير الخير. الله 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 الله.